ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My Musa, how are you my hero? I missed you very much. This is your plan for this month. Please focus with me. This is some example on تنوين. Try to read with me. نبأ كبد فلك صحف خلق نسك لوط جوع باغ عاد عذاب ليال دافع حساب غرور حميم بنميم بضنين ضريع بشرر درجات مهاجرات عابدات قانتات شامخات أمر بصدقة بحور عين حكيم حميد لفي نعيم حاسد إذا حسد في مقام أمين لعلى خلق عظيم وأخرى يابسات. Thank you my Musa. See you soon in the next class. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.